التقت يتستهدف اقتصاد وسياحة جنوب كردستان بتقصف. بات حزب العمال الكردستاني سرطان المستشرم في كيان جنوب كردستان ويحل الخراب أينما حل، إذ تعتقد هذه التنظيمات أن الحرب ضد جنوب كردستان أشرف من محاربة الدولة التركية، وهي تثاقف كوادرها على هذا الأساس، فهي تشرعن تدهورها لأوضاع البقعة الوحيدة المحررة من كردستان، بل وترى ذلك نضالا ومقاومة. فمسلحو قوة شعوب احتلوا المئات من قرى الجنوب، وفي الوقت نفسه فقد ألحقت خسائر فادحة قطاع السياحة والزراعة. باختصار، أصبحت الفكك محنة وابتلاء أهل الجنوب، وسرطان المستشرم في جسده يتأكله يوما بعد يوم. فجنوب كردستان معروف بجغرافيته، جباله ووديانه وأنهاره وسهوله، فهو ذو جغرافية مميزة وطقس معتدل طوال فصول السنة الأربع، وغناه بتراثه من النقاط الرئيسية في جذب السواح من كافة أنحاء العالم. هذا ما عدا الجانب الأمني، والذي يعتبر العنصر الرئيسي لبناء اقتصاد وصناعة سليمة وسياحية. فمنذ تمركزها في جنوب كردستان بدأت الفككة بافتعال المشاكل، واحتلت المئات من القرى والمناطق التراثية الأثرية والغنية بالزراعة والسياحة، وسمتها بأسماء خيالية كمناطق الدفاع المشروع، وبنت مقارها هناك وفرضت الإتاوات على المواطنين. فقد احتلت لغاية الآن أكثر من 650 قرية، وبالأخص في حدود محافظة دهوك، وحولتها لمناطق عسكرية، وهذا ما تسبب بإلحاق خسائر فادحة بأهالي تلك القرى واقتصاد الجنوب. الفككة احتلت 658 قرية في جنوب كردستان. أعد مراسل موقع دار كامازي في جنوب كردستان تقريرا مفصلا حول الخسائر التي ألحقتها الفككة بقطاعي الزراعة والسياحة في الجنوب، وحصل على معلومات خاصة بهذا الصدد. وتكشف هذه المعلومات أن الفككة تسببت بإخلاء 658 قرية في جنوب كردستان، وهذه القرى موزعة على محافظات الأقليم الثلاث دهوك، أربيل والسليمانية، غير أن حصة الأسد من بينها هي من نصيب دهوك. ما هي الخسائر التي ألحقتها الفككة بدهوك؟ من مجموع هذه القرى 361 قرية في حدود محافظة دهوك، غالبيتها من منطقة العمادية، ولو حسبنا مساحة منطقة العمادية والبالغة 2716 كيلومتر مربع، فإن الفككة تهيمن على نسبة 70%. منها كما احتلت الفككة ما يقارب من 150 قرية في قضاء زاخو، ونزح القرويون منها، وهي تقدر بنسبة 30% من مساحة زاخو البالغة 1378 كيلومتر مربع. ولو تحدثنا عن مستوى محافظة دهوك، فقد احتلت الفككة ما يعادل 34% من مساحتها البالغة 6553 كيلومترا مربعا. عاصمة كردستان هي المتضرر الثاني. تأتي عاصمة جنوب كردستان في المرتبة الثانية بعد دهوك، فقد استولت الفككة على 240 قرية فيها، 67 قرية منها تابعة لمنطقة سوران، و13 منها لناحية تشومان، و16 منها لميرياسور. قنديل منطقة استراتيجية وغنية بالزراعة والموارد الطبيعية. يعتبر سفح جبل قنديل الموقع الرئيسي للفككة وقيادتها، ويقع على الحدود بين أربيل والسليمانية وإيران، وهو تحت هيمنة الفككة منذ تسعينيات القرن المنصرم. ويعتبر قنديل منطقة غنية زراعيا وبالموارد الطبيعية كالنفط، غير أن الفككة حالت دون استفادة حكومة الجنوب من هذه الموارد، فقد احتلت الفككة 50 قرية في هذه المنطقة، 49 منها في حدود محافظة سليمانية، وقد تسببت بترحيل ما لا يقل عن 3000 عائلة نتيجة أنشطتها هناك. سرطان المستشري في شنغال. بعد عام 2014 وسعت الفككة من مساحة الأراضي المحتلة لها في جنوب كردستان، فاحتلت شنغال مع 8 قرى تابعة لها وفي محيطها. ولا تنحصر أضرار الفككة في احتلالها لهذه المنطقة فقط، بل تسببت لغاية اليوم بتهجير أكثر من 300 ألف نازح من شنغال. ما الذي تفعله الفككة في هذه القرى؟ منذ احتلالها لهذه القرى لم تدع الفككة المجال لحكومة الجنوب بتعمير هذه القرى وتقديم الخدمات لها، مع أن حكومة جنوب كردستان كانت قد بدأت في تسعينيات القرن المنصرم بإعمار القرى وتقديم الخدمات اللازمة لها.
غير أن الباكيك دمرتها وقضت على كل مظاهر الحياة فيها، فاحتلتها ووضعت نقاطها هناك، وفرضت الضرائب والإتاوات على أهالي تلك المناطق، وبنت مقارها هناك، وحولتها لساحات تدريبية وتثقيفية لمقاتليها، كما حفرت الأنفاق لخزن أسلحتها فيها. باختصار، حولت هذه القرى لمناطق عسكرية محضة. قسمت الباكيك القرى التي احتلتها فيدوك على أقاليم، وهي إقليم حفتانين ومتين وزاغروس والزاب، وكذلك غارا وبريغاري، وبنت في كل إقليم قاعدة ومقبرة ومستشفى خاصة، وسمتها بالإضافة للمناطق المحتلة من أربيل والسليمانية بمناطق الدفاع المشروع، وأما شنغال فقد سمتها بالمنطقة الذاتية. وعد أنشطتها العسكرية، فرضت الباكيك الضرائب على البضائع المتناقلة من هذه المناطق، وإذا ما امتنع المواطن أو التجار عن دفعها فكان مصيرهم القتل المحتوم. واستغلت الباكيك هذه المناطق للقيام بأعمالها التهريبية وغير القانونية بين العراق وإيران وتركيا. بعبارة أخرى، كانت المنطقة كترانزيت لتجارة المواد المخدرة، وقد أكدت المؤسسات الدولية وبالأخص الأنتربول هذه الحقيقة وبالأدلة. وإضافة للظلم والجور الذي يمارسه مسلح الباكيك ضد أهالي تلك القرى، فهي تقوم بتصفيتهم جسديا وبوحشية متى ما طلبوا الباكيك بمغادرة قراه. وقد قدم المئات من أهالي القرى العمادية والزاخو أنفسهم قرابين لأجل هذا. الخسائر التي ألحقتها الباكيك بقطاع الزراعة والسياحة تقدر بمليارات الدولارات. تضررت حكومة جنوب كردستان وشعبه بمليارات الدولارات ناتجة استيلاء الباكيك على قراهم، إذ أن كل المناطق التي احتلتها تعتبر أغنى المناطق الزراعية وبالموارد الطبيعية، ولم تستفد الحكومة من هذه المناطق منذ تحرير هذا الجزء من كردستان. فقطاع السياحة واجه أضرارا بالغة، بل أصيب بالشلل التام، ومسلحو الباكيك هم المصدر الرئيسي لهذا الشلل وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في هذه المناطق، إذ تتعرض هذه المناطق للهجمات التركية المتواصلة، ما جعل أمل بعث روح السياحة فيها منعدما. استولت الباكيك على أهم المناطق استراتيجية في مجال السياحة والزراعة، وتمارس كل عمل غير قانوني فيها، بحيث وصل الأمر إلى أن يطلق مسلحها النار على السواحل العربية في 8 من الشهر الماضي، وإصابة سياراتهم بعيارات نارية. والحق أن الباكيك تستهدف شيئا واحدا فقط من وراء ممارساتها هذه، ألا وهو تدمير البنية الاقتصادية لإقليم جنوب كردستان، كونها تتيقن أن السياحة مصدر رئيسي لانتعاش اقتصاد الجنوب وأهله. فوفق إحصائيات الهيئة السياحية لحكومة الجنوب، يقصد ملايين السواح والزوار جنوب كردستان سنويا، سواء من العراق أو خارج البلاد، ولولا وجود الباكيك لتضاعفت هذه الأعداد. شعب الجنوب متيقن من أن الباكيك لا تريد لهم خيرا. فاجرت الباكيك حكومة الجنوب بالحروب منذ 90s القرن الماضي، وهي ما زالت مصممة على سياستها هذه لغاية اليوم، فهي تحاول تأزيم أوضاع الجنوب من جميع الجوانب. فلما فشلت مساعيها الخبيثة وبتعاون الدول المحتلة، لجأت الباكيك لاستهداف اقتصاد هذا الجزء المحرر من كردستان، وتفجير أنبوب تصدير نفط الجنوب خير دليل على ما نقول. فبات الشعب يعرف حقيقة هذه التنظيمات، وأنها لا تريد أي خير أو استقرار لأهل الجنوب، فهي بمثابة ضيف غير مرغوب فيه، ولم يرى منها غير وجع الرأس. أضرار الباكيك على جنوب كردستان. احتلت الباكيك 658 قرية، فتوزع هذه القرى على كل من محافظة دهوك وأربيل والسليمانية، غالبية هذه القرى في دهوك. سمت الباكيك هذه المناطق بأقاليم حفتانين ماتين زاغروس الزاب وغارا وبريغاري، سمتها باسم مناطق الدفاع المشروع. تقوم بكافة الأعمال غير القانونية والمافياوية والتهريب، إضافة لأنشطتها العسكرية. ألحق هذا الاحتلال أضرارا بالمجال الأمني والاقتصادي وقطاعي الزراعة والسياحة، تم نزوح آلاف الأسر من القرى للمدن بسبب الباكيك. القرى التي احتلتها الباكيك في دهوك. احتلت 361 قرية، غالبيتها تابعة لقضاء العمادية، تبلغ مساحة قضاء العمادية 2716 كيلومتر مربع، 70% من هذه المساحة احتلتها الباكيك. احتلت ما يقارب من 150 قرية في قضاء زاخو، تبلغ مساحة قضاء زاخو 1378 كيلومترا مربعا، 30% من هذه المساحة احتلتها الباكيك. تبلغ مساحة محافظة دهوك 6553 كيلومترا مربع، 34% من مساحة المحافظة هذه احتلتها الباكيك.
القرى التي احتلتها الفكك في أربيل. تأتي العاصمة في المرتبة الثانية من حيث الأضرار. احتلت الفكك 240 قرية فيها، 67 قرية منها تابعة لقضاء سوران، 13 قرية منها تابعة لقضاء تشومان، 16 قرية منها تابعة لقضاء ميرجاسور. القرى التي احتلتها الفكك في قنديل والسليمانية. تعتبر قنديل الموقع الرئيسي للفكك وقيادتها، تقع على الحدود بين أربيل والسليمانية من جهة وإيران من جهة أخرى. احتلتها الفكك منذ التسعينيات. احتلت الفكك 50 قرية في المنطقة، 49 منها في حدود السليمانية. تم تهجير ما لا يقل عن 3000 أسر من سفح جبل قنديل خلال فترة الاحتلال هذه. القرى التي احتلتها الفكك في شنغال. احتلت شنغال مع 8 قرى تابعة لها. أضرار الفكك في المنطقة لا تنحصر في الاحتلال وحده. الفكك هي السبب الرئيسي في عدم عودة ما لا يقل عن 300,000 نازح لمناطقهم. ماذا تفعل الفكك في الجنوب؟ العمليات العسكرية، عمليات التهريب، فرض الضرائب والإتاوات، معبر لتجارة المواد المخدرة بين العراق وتركيا وإيران. الخسائر البشرية التي ألحقتها الفكك بشعب الجنوب. استهداف المدنيين العزل بدون رحمة وبطرق وحشية. تصفية المطالبين برحيلها عن قراهم ومناطقهم جسديا. استهداف المئات من أهالي دوقة العمادية وزاخو. استشهاد الآلاف من أهالي الجنوب الأبرياء وجرح أعداد لا تحصى على أيديها. أضرار الفكك على قطاع السياحة. السياحة أهم المصادر الاقتصادية لكردستان. ألحقت الفكك خسائر تقدر بالنصف بقطاع السياحة في كردستان. الفكك هي السبب الرئيسي لمنع حكومة الجنوب من انتعاش هذا القطاع وإحيائه. أضرار الفكك على قطاع الزراعة. تضرر قطاع الزراعة بمليارات الدولارات في الجنوب. المناطق التي احتلتها الفكك في الجنوب هي أغنى المناطق الزراعية والغنية بالموارد الطبيعية. لم تستفد الحكومة من هذا القطاع منذ تحرير الجنوب. عدم قدرة الأهالي على مزاولة الزراعة في القرى المحتلة من قبل الفكك. تتوزع المناطق التي احتلتها الفكك في دوك على النحو الآتي: منطقة حفتنين، منطقة الزاب أي مناطق نير وريكان، منطقة زاغروس أي مناطق عشائر المزوري والدوسكي العليا، منطقة ماتين، منطقة غارة وتضم مناطق غارة وبريغارة. القرى التي تسللت الفكك إليها في محافظة دهوك: أولا القرى الحدودية لناحية كانماسي منطقة برواريبالا، ثانيا القرى الحدودية لناحية شامانكي ومنطقة غارا، ثالثا القرى الحدودية لنواحي سارسينك وديرالوك ومنطقة بريغارا، رابعا القرى الحدودية لناحية شيلا دزي وقضاء العمادية، منطقة نيروا ريكان ومناطق دوسكيا العليا، خامسا القرى الحدودية لناحية ديرالوك وقضاء العمادية ومنطقة نيروا ونهيل، سادسا القرى الحدودية لنواحي بامارني وقضاء العمادية ومانجيش وقضاء دهوك في مناطق عشيرة الدوسكي، سابعا حدود ناحية أتروش وقضاء شيخان ومنطقة مزوري العليا المتآخمة حدوديا لمنطقة باريغارا وناحية شامانكي. أولا القرى الحدودية لناحية كانيماسي منطقة برواريبالا،
ثانيا القرى الحدودية لناحية تامانكي ومنطقة غارة. ثالثا القرى الحدودية لنواحي سيرسينك وديرالوك ومنطقة غارا. رابعا القرى الحدودية لناحية شيلا دزي وقضاء العمادية منطقة نير وريكان ومناطق دوسكيا العليا تتألف من 92 قرية منها 7 مأهولة بالسكان 10 منها فصلية أي يقصدها القرويون في فصول الزراعة وتربية النحل 75 منها مأهولة وهي خاضعة لسيطرة الباكاكا وهي كالآتي قرى مزوريا العليا. خامسا القرى الحدودية لناحية ديرالوك وقضاء العمادية ومنطقة نيروا ونهيلي تتألف من 36 قرية 7 منها مأهولة 29 قرية غير مأهولة وهي خاضعة لسيطرة الفككة وهي كالآتي أولا حدود ناحية ديرالوك قضاء العمادية منطقة نيروا ثانيا قرى نواحي ديرالو قضاء العمادية منطقة نهيلي سادسا القرى الحدودية لنواحي بامرني وقضاء العمادية ومانجيش وقضاء دهوك في مناطق عشيرة الدوسكي تتألف من 120 قرية غالبيتها مأهولة تتواجد الفككة في بعضها وهناك تحركات لمقاتلة على الطرق الرئيسية فيها وهي سابعا حدود ناحية أتروش وقضاء شيخان ومنطقة مزوري العليا المتأخمة حدوديا لمنطقة باريغارا وناحية شمانكي وعددها 5 قرى تتواجد الفككة في بعضها وهناك تحركات لمقاتلة على الطرق الرئيسية فيها وهي القرى التي هجرت بعد العملية العسكرية في 15 من حزيران عام 2020 14 قرية ومنطقة في ناحية دركار 39 قرية ومنطقة في ناحية باطوفة قريتين مسيحيتين في حدود دركار بشكل عام كما يخلع ما يقارب من 150 قرية في حدود ناحيتي دركار وباطوفة من السكان
القرى التي هجرت بعد عمليات المنتصف من حزيلان في ناحية داركا. القرى التي هجرت بعد عمليات منتصف حزيلان في ناحية باتوفا. القرى المسيحية التي هجرت بعد عملية منتصف حزيران في ناحية دركا. القرى التي تغلغلت فيها الفككة في سوران وميرجاسور. كما تتمركز الفككة في غالبية قرى قنديل.